مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الثاني. تبعنا الأطوار ديال اعتقال 5 أفراد من عصابة خطيرة كتنشط في سرقة السيارات الفارهة. هذه السيارة اللي كتشاهدوا من نوع رونج روفر تسرقات في مدينة المحمدية، وتم ضبطها من طرف رجال الأمن بالمنطقة الفداء درب السلطان. اعتقال 5 أشخاص، والان كيتواجدوا داخل مخفر الشرطة. السيارة تسرقت من مدينة المحمدية. فليوقع وان ربما هادو يلا مبتدئين، لان السيارة مزودة بجي بي اس، جي بي اس اللي مكنات رجال الامن من تتبع خيوط هاد السرقة. صاحب السيارة كيتواجد في مدينة المحمدية، خدمة نقية قاموا بها رجال الأمن. 5 أشخاص كيتم الاعتقال ديالهم وتقديمهم لإدخالهم لمخفر الشرطة، من بعد غادي يتوجهوا مباشرة لولاية مدينة ولاية أمن مدينة الدار البيضاء. فالعديد من الناس اللي تسرقت لهم السيارة ديالهم، ولكن للأسف ما تمكنوش من إيجادها، لأن كيتم إدخال لبعض المحلات كراجات، وكيتم تقطيع ديالها أو تفصيل ديالها أو بيع ديالها أجزاء. فعملوا الجي بي اس، نصيحة من عندي عملوا الجي بي اس، لأن العديد من الناس كانوا تواصلوا معنا ومعي شخصيا، سيارات باقيين جداد للاسف تسرقوا، ولكن ما عاملينش لهم جي بي اس. انا ما كنقومش يعني باشهار الجي بي اس، ولكن كيمكنك انك تلقى السياره ديالك وتلقى واحد الخيط اللي تقدر تتبعه، يعني كيف هذه السياره او صاحبه السياره اللي كان عامل فيها جي بي اس اللي مكنات رجال الامن من توقيف 5 اشخاص بالقرب من مرجان درب السلطان، وكانوا باغيين يحاولوا انهم يهربوا. يعني عمل بطولي قاموا به رجال الامن، كنقول عمل بطولي قاموا به رجال الامن من اجل توقيف هاد اللصوص الشفاره. هادو ملي كنسميو برد الكساف ديال بصح، هادو ما برد الكساف، ولكن الناس هادو شويه مجاهدين كيحاولوا يلعبوا بالحديد الكبير. فانا جيت فقط يعني باش نخبركم والمعلومه توصل لصاحبة السيارة اللي كيتواجد في مدينة المحمدية، لأن تسرقات في مدينة المحمدية، لأن السيارة ديالك تم التوقيف ديالها من طرف رجال الأمن، واللي كان على متن هذه السيارة 5 أشخاص اللي هما أطراف ديال هذه العصابة. السيارة ديالك الحمد لله ما وقع لها حتى شي حاجة، تم توقيف اللصوص، ولو أنهم كانوا باغيين يحاولوا أنهم يهربوا بالسيارة، فكان واحد العمل بطولي من طرف رجال الأمن. السيارة ديالك الآن كتواجد في منطقة الفيدا درب السلطان. لأن كاين شحال من واحد كتمشي ليه بيكالا، كيمشي ليه موطور، كتمشي ليه أبسط حاجة، فتا واحد ما غادي يتقبل أن الموطور ديالك مثلا يتسرق، فما بالوك سيارة من نوع رونج روفر، فما ساهلاش، شا لاسيرونس ما غاتعقلش لك. فاللهم أي واحد عنده سيارة يعمل جي بي اس باش يحمي نفسه، لأن هناك لصوص خبراء في فسح أي سيارة كيف ما كان النوع ديالها. راه هادشي اللي كنتكلموا على الناس أنهم يعملوا جي بي اس. هادي لو كان هاديك فيها جي بي اس. كون ما كانش فيها جي بي اس فين غاتحصلوا عليها؟ للأسف. فهذه نصيحة، أي شخص عنده سيارة فما فيها باس. كاين جي بي اس ديري لي 1500 درهم، اللهم يديرها بنادم. المهم المهم غادي يلقاها من يعرف فين كاينة طوموبيلته، فين غادا، هي غادا هو كي ماركيها. كاين شي أمور. الديباناجات هادو عندنا فيهم جي بي اس. الديباناج وفيها جي بي اس. والله العادي باش تعرف الباترون فين انت مشيتي. هذاك الباترون باغي يحضيك، اش كدير؟ فين واقف؟ فراه كلام معقول، يعني كاين بعض الامور كنحقروا بعض الاشياء اللي هي بسيطه واللي تقدر انها تنجينا. ف
الكاميرا ضرورية تكون في السيارة، جي بي اس هادو من الأولويات ديال أي شخص عنده سيارة، تكون عنده كاميرا، لأن هناك بعض اللصوص كيكونوا في الطريق كيبغيو يسرقوا أصحاب السيارات، ولكن بالأخص الفتيات النساء لأنهم كيخافوا بطبيعة الحال. كتبقى امرأة يعني ما ردة الفعل ديالها كتكون غير متوقعة شنو غادي يوقع، وكذلك جي بي اس سرقات لك السيارة جي بي اس فغتقدر توصلك، وربما صحاب جي بي اس فغتتروج عندهم القضية، لأننا كنتكلم على الجي بي اس بزاف، لأن هذه وسيلة من الوسائل اللي تقدر أنها تمكنك من إرجاع السيارة. فغير باش نعطيو كل واحد الحق ديالو، يعني الدراجين ديال المحور الداخلي لمدينة الدار البيضاء هم اللي تمكنوا من إيقاف هاد السيارة اللي كانوا على متنها خمس أشخاص سارقين من مدينة المحمدية، واللي تمكنوا من التوقيف ديالهم في عام البطولي، ولو أنهم كانوا باغيين يحاولوا أنهم يهربوا ولكن تمكنوا منهم في الأخير. فهذه خدمة نقية، فبطريقة احترافية جيدة، خدمة نقية، تم إيقاف هاد الجونات بدون خسائر. نفس السيارات ما وقعت حتى شي حادثة ديال، ولو أنه كانوا باغيين يهربوا فتمكنوا منهم. وغادي نوصلوا لنهاية هاد المباشر، تحية كبيرة لرجال الأمن ديال منطقة الفداء درب السلطان، الدراجين ديال المحور الداخلي لمطار اللي تمكنوا من إيقاف هاد الجونات. خدمة نقية، تبارك الله عليكم، ونهاركم مبروك، حديو راسكم وديروا اللي قلت لكم، عملوا جي بي اس.